حياكم الله. إذا مشاهدينا مجددا، أطلقت هيئة الوقاية والسلامة برنامجا تدريبيا توعويا مكثف بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص بعنوان مدارس آمنة، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية الرامية إلى الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار ولإعادة فتح المدارس الخاصة في إمارة الشارقة في ظل جائحة كوفيد-19. مزيد من التفاصيل نتعرف عليها مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة منى محمد الأرضي، أخصائي تدريب بهيئة الوقاية والسلامة. حياة الله منى، مساء الخير. مساء النور والسرور، الله يحييك. طبعا احنا متعودين على هيئة الوقاية والسلامة ما شاء الله على البرامج النوعية والبرامج المميزة. خلنا نتعرف على هذا البرنامج الخاص طبعا، واللي أتى بالتأكيد مع أو بالتزامن مع عودة المدارس، مدارس آمنة. ما هو هذا البرنامج منى؟ هل يستهدف الطلبة فقط؟ أول شيء أحب أشكركم مرة ثانية على استضافتكم لنا في البرنامج. طبعا رؤيتنا هي الوصول لمجتمع آمن خالي من الأخطار، وبتعاونكم الدائم وباستضافتكم الدائمة لنا الحمد لله نقدر أن نحن نوصل لأكبر عدد ممكن من المجتمع، ونقدر أن نحن نوصل رسالتنا، فشاكرين لكم استضافاتكم الدائمة لنا. طبعا برنامج مدارس آمنة هو برنامج تدريبي مكثف مثل ما ذكرتي مستمر، كان من قبل بجائحة كوفيد-19 أو فيروس كورونا المستجد. قمنا بإعداد هذا البرنامج بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وطبعا مثل ما ذكرت الأخت شهد في التقرير وقت العودة للحياة، فإن شاء الله بإذن الله نقدر أن نحن نتغلب على التحدي اللي كلنا قاعدين نواجهه حاليا. آمين يا رب اللي العالمين. هو فيروس كوفيد-19 أو كورونا المستجد. نعم. ونقدر بإذن الله أن نحن نتغلب عليه ونرجع لحياتنا الطبيعية. طبعا اليوم كان أول يوم في العودة للمدارس لأبنائنا وبناتنا الطلاب، ونتمنى لهم عودا حميدا إن شاء الله، ونتمنى لهم السلامة دائما. فبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص قمنا بإعداد برنامج مكثف للكوادر الإدارية والتدريسية في المدارس، يوضح لهم أهم الاشتراطات الواجب تطبيقها في الحرم المدرسي لضمان سلامة الطلبة وسلامة جميع مرتادي المدرسة من أولياء الأمور، من العمال المساندة، الطلبة طبعا بوجه الخصوص، ولضمان أن المدرسة تكون مطبقة أعلى معايير السلامة لضمان منع انتشار أو كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعشان نقدر بإذن الله نرجع خطوة بخطوة لحياتنا الطبيعية بإذن الله. بإذن الله. أنا أعتقد أن يعني هذه المسألة فيها عدة جوانب أو عدة شركاء، من بينها بالتأكيد الإدارة المدرسية وهيئة التدريس والطلبة، وكذلك أيضا أولياء الأمور. فأنا أعتقد أيضا أن أولياء الأمور من حقهم يعرفون شو الإجراءات الوقائية أو الاشتراطات اللي المفروض تكون موجودة في المدارس وقت العودة. نحن نعرف أن أغلب المدارس عدهم 14 يوم أو أسبوعين الآن في التعليم عن بعد، وهناك يعني مستقبلا بإذن الله مشروع عودة للمدارس. منى، خلينا نتعرف على أبرز الاشتراطات أو أبرز الإجراءات المفروض اتباعها من قبل المدارس. طبعا الاشتراطات كلها جاءت في دليل للإرشادات والاشتراطات، هذه أصدرتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص. نعم. وتم تعميمها على المدارس جميعا، وكان تدريبنا بمثابة مثل ما نقول وسيلة لتسهيل أو لإيضاح أهم النقاط والاشتراطات الواجب تطبيقها. طبعا أهم نقطة للمدارس أنهم يطبقونها اللي هي إنشاء فريق للتعامل مع كوفيد-19 أو باللغة الإنجليزية كوفيد-19 تاسك فورس. تكون ويكون الفريق هذا مكون من أعضاء من الإدارة، من المدرسين، مشرفين المختبرات، مشرفين الحافلات، وأيضا بالتواصل مع أولياء الأمور عشان تكون الاشتراطات والتعليمات واضحة، وتكون أو يكون تطبيقها على نطاق أوسع ولضمان أيضا تطبيقها. وأيضا في طبعا تواصل ما بين الفريق هذا وما بين الطلبة بشكل عام في المدارس. الاشتراطات الأخرى طبعا تطبيق إجراءات التباعد الجسدي، من بعد ضمان إجراء الفحوصات لجميع الطلبة والكادر التدريسي. فالتباعد الجسدي ساعد في منع أو في كسر طريقة انتشار الفيروس. عشان نفهم الفيروس فقط، يعني الفيروس طريقة انتشاره عن طريق الرذاذ الصادر من الأنف والفم. صحيح. وقت الكحة والعطس، المعلومة هذه كلنا سمعناها وتكررت علينا كثير.
فلذلك لازم يتم تطبيق التباعد الجسدي بمسافة ما تقل عن متر ونص ما بين الطالب والآخر، وأيضا الكوادر التدريسية في غرف المعلمين وغرف الإداريين أيضا، فبحيث أن الطالب أو المرتادين المدرسة بشكل عام تكون ما بينهم وما بين زملائهم مسافة كافية تضمن ابتعادهم عن طريقة انتشار الفيروس هذه. نعم. وأيضا توافر المعقمات وتعقيم المدرسة بشكل مستمر، مع أيضا النقطة المهمة اللي هي توفير لوحات إرشادية وأيضا برامج تدريبية إرشادية للطلاب وللكوادر الموجودة في المدارس بشكل عام باللغات اللي تسهل عليهم أو تسهل عليهم فهم المعلومة بطريقة مبسطة. وأيضا النقطة المهمة أيضا اللي هي التوعية هذه ما تكون مقتصرة على الأشخاص المتواجدين في المدارس فقط، ولكن أيضا أولياء الأمور لهم الحق أيضا أنهم يعرفون شو الإجراءات اللي المدرسة تطبقها لضمان سلامة أبنائهم. طبعا مثل ما ذكرتي 14 يوم أو أسبوعين بيكون التعليم فيها عن بعد، وبعدين بيتم تطبيق عملية التعليم الهجين. صحيح. اللي هو تعليم مختلط ما بين طريقة التعليم عن بعد والتعليم في المدارس. فلذلك لازم أولياء الأمور أيضا يكونون مساندين لهذه الخطوة ويكونون يشجعون أبنائهم على تطبيق أهم إجراءات الوقاية والسلامة اللي المدارس تنصحهم بتطبيقها. بالتأكيد منى، قد ما كانوا أولياء الأمور متفهمين وكانوا على قدر كافي من الوعي، أعتقد أنه بيساعد وبيساهم كثيرا في عودة يمكن الطلاب للمدارس بالنظام الهجين مثل ما ذكرتي منى، ويعني إن شاء الله يكون عودا حميدا إن شاء الله يا رب. اسمحي لي منى بس أخذ هذه المكالمة معنا عبر الهاتف الأستاذة لهيب المتولي خبيرة جودة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص. أستاذة لهيب كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير وصحة وسلامة. خلينا نتكلم عن الإجراءات الاحترازية. أنا طبعا يمكن سألت منى هذا السؤال، لكن بالتأكيد هناك مثل ما ذكرت منى كتيب خاص أصدر من قبل الهيئة حول الإجراءات الاحترازية التي ينبغي على المدارس الالتزام بها في حال العودة. نعم. مرحبا بكم وأحيي أيضا الأستاذة منى الأرضي. إحنا تعاملنا مع هيئة الوقاية والسلامة وأنتجنا هذا التدريب اللي قدمناه لجميع المدارس. بما يخص الدليل الإرشادي لإعادة فتح المدارس الخاصة في الشارقة يحوي الكثير من المحاور. نعم. تنذكر البعض منها. هناك طبعا الكثير من المحاور ما قلنا، بس أهمها فعلا هو التباعد الجسدي، موضوع فحص الكوفيد 19 قبل بدء بالعام الدراسي. احنا الان بالتعاون مع الجهات الصحيه في الاماره وفي الدوله قمنا باجراء فحص الكوفيد 19 لكل الاعضاء العاملين في الكادر التدريسي والاداري وكل العاملين في المدارس. انهينا هذا على مدى الاسبوعين اللي فاتت اللي مضت. ونحن الان بصدد تنظيم نفس الفحص للطلبه، طبعا اكيد مو كل الطلبه، فقط الذين اختاروا ان يعودوا الى الحرم المدرسي و يتعلمون عن طريق التعليم المباشر، وأيضا الفئة العمرية اللي هي 12 سنة فما فوق. هذول فقط هم اللي راح يعني يجرى عليهم الفحص. نعم. شو آلية الفحص كيف بتكون أستاذة رهيب؟ يعني في يمكن كثير من أولياء الأمور يتساءلون كيف بتكون آلية فحص كوفيد 19 قبل عودة الطلبة والطالبات إلى المدارس؟ نعم. مثل ما قلنا إحنا بالنسبة للبالغين انهينا هذا الفحص. صحيح. هناك مراكز كثيرة منتشرة في إمارة الشارقة، وتم تحديد المواقع، يعني مثلا المجموعة هذه من المدارس تذهب إلى ذلك الموقع في ذلك الوقت. جميل. فعلا كان هناك التغذية الراجعة اللي وصلتنا إنه كان التنظيم على درجة عالية من الكفاءة، فكان فعلا يعني لا يأخذ وقت كثير للشخص أن يذهب، اسمه موجود، كل ما يطلب منهم هو بطاقة الهوية، يتم الفحص خلال دقائق معدودة وبعدين صحيح. توصلهم النتائج بعدها بثلاث إلى خمس أيام. نعم. بالنسبة للطلبة هناك اختلاف بسيط، أنه عندنا بعض المدارس أعداد الطلبة فيها أكثر من غيرها. فالمدارس اللي طلبتها أعدادهم كبيرة راح يكون الفحص في داخل المدرسة، راح تحدد منطقة معينة، خلينا نقول مثلا المسرح
في المدرسة يتحدد أنه هذا هو المكان اللي يتم به إجراء الفحص. أما بالنسبة للمدارس هذا قبل العودة أستاذة لهيب. قبل العودة هي. نعم كله قبل العودة تمام. والمدارس اللي أعداد طلباتها قليل راح أيضا يتم توجيههم إلى مراكز للفحص الموجودة في الإمارة. نعم أستاذة لهيب، نحن نعرف طبعا بالتأكيد بأن مع عودة الطلاب اللي اختاروا العودة لمقاعد الدراسة بيكون هناك اختلاط بالتأكيد بين الطلبة، وأعتقد بأن تكرار الفحص كل فترة من المفروض أن يتم بعد عودة الطلبة والطالبات. هل هناك آلية معينة لتكرار الفحص؟ اشتراطات معينة وضعتها الهيئة لتكرار الفحص؟ حاليا هو من كل بد انه الاجراءات يجب ان تستمر، يعني هو مثل ما تفضلتي الفحص على مدار الفصل الاول، يعني هناك اجراءات معينه يجب ان تتخذ خصوصا من قبل القياده المدرسيه، سيكون لها دور كبير في هذه المرحله وفي المرحله القادمه. نعم. سيتم ايضا طبعا تنظيم اجراءات اخرى على مدار هذا الفصل الاول. التواريخ لم تحدد بعد، لكن بكل تأكيد سيكون هناك متابعة من قبل الهيئة وطبعا بالتعاون مع الجهات الصحية اللي موجودة. جميل. أيضا يمكن البعض يتساءل حول الأنشطة الرياضية، الفعاليات ربما اللي تقام في المدرسة، هل سيكون هناك عودة للأنشطة البدنية وممارستها في المدارس؟ حقيقة نتمنى ذلك، لأنه إحنا جدا نشجع على هذا الموضوع، لكن حاليا هو معلق بسبب الوضع الراهن. بس إحنا بنفس الوقت دائما نطلب من المدارس أن يكونون مبدعين في أن يخططون وينفذون بعض الأنشطة عن طريق عن بعد، خلينا نقول هينا. فاللي تضمن أيضا بعض المستوى من الحركة البدنية لطلبتنا وطالباتنا، لكن حاليا هو معلق يعني حتى اشعار اخر مثل ما يقولون استاذه لهيب. ونتمنى طبعا عوده الانشطه البدنيه بالتاكيد لانها وايد مهمه بالنسبه للطلبه والطالبات. طيب ماذا عن الحافلات الدراسيه؟ انا اعتقد ايضا الكثير من اولياء الامور يتساءلون هل ستعود الحافلات المدرسيه لحمل الطلاب واعادتهم الى المنازل؟ كيف بيكون الوضع في الفتره القادمه؟ هي حقيقة هي مستأنسة حاليا بس بطاقة استيعابية معينة. نعم 50%، يعني إذا الحافلة تتحمل 36 شخص راح تقسمها على 2 وتكون حتى نضمن التباعد الجسدي. هناك إجراءات طبعا أخرى، أنه الحرارة تقاس، التعقيم يتم قبل الصعود إلى الحافلة. نعم. وخلال الرحلة المدرسية إن كان من البيت للمدرسة أو العكس يكون طبعا هناك تباعد جسدي. اذا كان هناك ناس من نفس العائله، يعني خلينا نقول طالب مع اخ او طالبه مع اخت او الى اخره، لا يعني ماكو مشكله اذا جلسوا بجانب بعض. اما اي طلبه اخرى يجب ان يكون بينهم تباعد. طبعا راح يكون هناك ملصقات على الكراسي اللي لا يجوز ان تستخدم خلال الرحله المدرسيه. جميل. تأكيد يعني أستاذة لهيب، يعني في نهاية هذه المكالمة هناك العديد من أولياء الأمور وأنا أولهم يمكن لا أستثني نفسي، يعني في قلق الحقيقة لدينا من عودة الطلاب إلى المدارس. يعني أنا لا أخفيك سرا أستاذة لهيب، يعني نحن مثل ما نقول بالعامية شالين هم أو نحات يمكن الأبناء في مسألة العودة إلى المقاعد الدراسية. في نفس الوقت نحن يعني خاطرنا يردون، يعني الحقيقة ونباهم يردون لمقاعد الدراسة لأن هذا هو الوضع الأمثل والوضع الصحيح. رسالة حابة توجهينها اليوم أستاذة لهيب لكل الأشخاص اللي اليوم يتابعونا، لكل أولياء الأمور اللي اليوم يتابعونا، شو تقولي لهم في مثل هذه الظروف؟ قبل كل شيء أنا وكل الهيئة وكل أعضاء الهيئة الشارك في التعليم الخاص نتفهم مخاوف وقلق أولياء الأمور. وجمدك الكثير منا هم أصلا أولياء أمور بالضبط، يعني نتشارك بهاي المشاعر. لكن شيء واحد أحب أكد عليه، أنه الهيئة مع المدارس مع الإدارات المدرسية
لم يألوا جهدا وواضعين نصب عيننا أمن وسلامة الطلبة والكادر التعليمي طبعا وكل العاملين في المدارس. نحن نعمل حقيقة يعني بجد وباجتهاد مع كل الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها. وضعنا ضوابط مشت الفرق للمراقبة للتأكيد على أنه كل المتطلبات يعني تلتزم فيها المدارس لكي نضمن طبعا أقصى معايير الصحة والسلامة. يعني هناك عندي رسالة يمكن بالإضافة إلى كل ما سبق أنه نطلب من أولياء الأمور أن يسلحون أولادهم وبناتهم بالمعلومات الصحيحة. الآن إحنا في معلومات كثيرة حولنا الكثير منها حقيقة غير دقيق ومغلوط صحيح. والسوشال ميديا يعني مليئة بهذه المعلومات. فإذا واجبنا كلنا كأولياء أمور وكجهات تنظيمية وكجهات مجتمعية أن نحاول أن نأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، نوصل هاي المعلومة إلى أولادنا وبناتنا، نسلحهم بالثقة بالنفس ونعزز قيمة تحمل المسؤولية. اليوم الطالب أو الطالبة اللحظة اللي يتركون بها بيتهم هم المسؤولين عن سلامتهم عن صحتهم وعن حماية نفسهم والآخرين من حولهم. بالتأكيد. وأنا عندي ثقة كبيرة جدا أنه أولادنا وبناتنا عندهم من الإبداع الكثير، يعني سيكونون عند حسن الظن بلا شك. بإذن الله نعزز عندهم هاي القيم، ننطيهم المعلومة الصح، ندربهم وراح نشوف منهم ما يسرنا بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. عموما كل الشكر لك سادة لهيب المتولي خبير جودة في هيئة شارقة للتعليم الخاص، شكرا لكم على كل الجهود اللي تبذل كذلك في سبيل إنجاح العام الدراسي الجديد. شكرا سادة لهيب. شكرا جزيلا. تحيه منى. يمكن انا سالت استاذه لهيب شو الرساله اللي توجهها لاولياء الامور، انا منك منى ايضا حابه يمكن رساله توجهينها لاولياء الامور اللي اليوم يسمعونا، ويمكن الكثير منهم بالفعل عنده تخوف من ارسال ابنائه الى المدارس، شو نقول لهم اليوم منى؟ طبعا الأستاذة لهيب ما شاء الله يعني اختصرت الكلام كله اللي أبغي أوجهه، بس أبغي أضيف عليه نقطة. تفضلي. أولياء الأمور يعني أبنائنا وبناتنا هم قادة المستقبل. نعم. فإذا رويناهم أن نحن بهالزمن قادرين على التعايش مع الوضع الراهن وقادرين على أن نحن نتغلب على الوضع الراهن، فبالتالي هذا الشيء بيكبر معاهم وبيخليهم يشوفون أنهم فعلا قادرين في المستقبل أنهم يتغلبون على أي مصاعب ممكن تواجههم. يمكن الفيروس هذا انتشر على في العالم كامل، ما يعني ما نستثني مكان محدد أو فئة محددة، يعني الجميع ممكن أنه يتعرض لبعض من الأعراض هذه أو يتعرض لشخص أو يخالط شخص ممكن أنه يكون مصاب، ولكن التحدي في كيفية أن نحن نقدر نتغلب على هذا الشيء. نقوي مناعتنا، نتسلح بالمعلومات الصحيحة من المصادر الصحيحة مثل ما ذكرت الأستاذة لهيب. المعلومات مثل ما ذكرت وايد معلومات موجودة، ومعلومات قد تكون مكررة من مصادرها الصحيحة أفضل وأضمن من أن نحن ندور معلومات جديدة من مصادر غير موثوقة. قادرين بإذن الله كمجتمع يدا بيد أن نحن نتغلب على هذا التحدي، وبإذن الله بإذن الله بنرجع لحياتنا الطبيعية بإذن الله. بإذن الله منى. خليني أنتقل كذلك أيضا إلى البرامج الأخرى التي قامت بإعدادها الهيئة الحقيقة في ظل جائحة كوفيد-19. خلينا نتعرف على أهم هذه البرامج المطروحة، ما هي أهم المواضيع اللي تم التركيز عليها؟ طبعا خلال التحدي، ما بسميها المشكلة اللي نحن نواجهها، هي تحدي وبإذن الله مثل ما ذكرت قادرين نتغلب عليه بإذن الله. واجهنا يمكن بعض التحديات في الوصول لأفراد المجتمع في التدريب الفعلي في قاعات المحاضرات وما إلى ذلك. فسخرنا وسيلة التعليم عن بعد باستخدام البرامج الحديثة باستخدام شبكات الإنترنت، والحمد لله قدرنا أن نحن نوصل لأعداد كبيرة من أفراد المجتمع على اختلاف الشرائح وعلى اختلاف الأعمار اللي هم عليها. طبعا برامجنا التدريبية مثل ما ذكرت تستهدف جميع شرائح المجتمع. حاولنا نركز على المواضيع اللي تهم أولياء الأمور وتهمنا جميعا في فترات تواجدنا في المنازل. الوقاية والسلامة في المنازل. عرفنا أفراد الجمهور على
أهم المخاطر اللي ممكن نتعرض لها، وكيف أو شو المهارات اللي نحن لازم تكون عنا عشان نقدر نميز أن اللي قدامنا هذا مصدر خطر، وكيف نقدر نحله أو كيف نقدر نقلل من نسبة الخطورة اللي هو عليها، وأيضا كيف نحل المشكلة في حالة أن نحن صارت عنا إصابة من مصدر الخطر هذا. نعم. اتطرقنا أيضا لمواضيع سلامة الأطفال، خصصنا لها محاضرة خاصة لأهمية هذا الموضوع، تطرقنا لمواضيع عديدة وأهم المخاطر اللي ممكن تصيب الأطفال مثل خطر السقوط من الشرفات، وللأسف نحن نسمع عن حوادث عديدة متعلقة بهذا الخطر. لذلك عرفنا أولياء الأمور على أهم الإجراءات اللي لازم تتطبق في المنازل لحماية أبنائنا من هذا الخطر، وأيضا تطرقنا لمواضيع عديدة منها السلامة النفسية للأطفال وأيضا السلامة الإلكترونية للأطفال. نعم. مثل ما نعرف خلال تواجدنا في المنازل تم استخدام الشبكة العنكبوتية بنقول أو الإنترنت بشكل عام بشكل مكثف فعلا. فكيف نضمن سلامة أبنائنا في استخدامهم للإنترنت؟ كيف نوعيهم عن المخاطر اللي ممكن يتعرضون لها؟ كيف نقدر نوعيهم في طريقة الاستخدام السليم والاستخدام الإيجابي لشبكة الإنترنت هذه؟ وأيضا تطرقنا لمواضيع أخرى خلال العودة للمدارس، أيضا بإذن الله العودة الحميدة بإذن الله، المخاطر الموجودة في الحافلات المدرسية وشو أهم الإجراءات اللي لازم تتطبق من سائق الحافلة أو المشرف في الحافلة وأيضا الطلبة والطالبات خصوصا في الوضع الراهن. طبعا أهم برنامج اللي قدمناه من بداية الجائحة إلى الآن بشكل مستمر ويتم طلبه بشكل مستمر منه، اللي هو الوقاية والسلامة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. نعم. وأهم الإجراءات اللي لازم نطبقها كأفراد عشان نحمي نفسنا ونحمي جميع من هم حولنا من التعرض لهذه المخاطر. طبعا ما اقتصرت برامجنا التدريبية فقط على البرامج هذه، ولكن قمنا أيضا بنشر منشورات توعوية بعدد مختلف من اللغات. جميل. عشان نقدر نستهدف شريحة أكبر من المجتمع في الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19، وأيضا بأهم مسؤوليات أولياء الأمور وأهم مسؤوليات رب العمل أيضا في الإجراءات اللي لازم تتطبق. طبعا قدمنا الفيديوهات التوعوية هذه باللغة العربية والإنجليزية. وين تم نشرها منى؟ على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا، على الإنستغرام، على الفيسبوك، وعلى اليوتيوب أيضا. جميل. وعلى اللينكدإن. فقدمنا أيضا باللغة الأردو والملايالم والتاميل عشان نقدر نضمن أن فعلا تم التوعية أكبر شريحة. عدد من أفراد المجتمع. القوى العاملة اللي موجودة عندنا يمثلون عدد كبير من مجتمع إمارتنا ومن مجتمع الدولة بشكل عام. صحيح. فبالتالي إذا قمنا بتوعيتهم بالمخاطر هذه بلغة مبسطة وسهلة سهلة الوصول لهم، فبالتالي نقدر نضمن أنهم يأخذون المعلومة الصحيحة من مصادرها الصحيحة. بالتأكيد يتجهون للمعلومة الصحيحة، خصوصا وأن وسائل التواصل الاجتماعي يعني تعج الحقيقة يمكن بال المعلومات المغلوطة وغيرها اللي يداولونها الناس وكافة شرائح المجتمع، لا أستثني أحد بالتأكيد، يعني كافة شرائح المجتمع الحقيقة وكافة الجنسيات ممكن هم يتبادلون معلومات قد تكون بالفعل مغلوطة. بالتأكيد يعني كانت هناك ردة فعل لكل هذه الفئات اللي استهدفتوها منى في كل هذه البرامج اللي طرحت، كيف شفتي مدى التفاعل أو كيف لمستوا مدى التفاعل من قبل الجمهور خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي؟ الحمد لله كان التفاعل جدا إيجابي. لاحظنا أن أفراد المجتمع قاموا بإعادة نشر المنشورات هذه على وسائل التواصل الخاصة فيهم عشان يقدرون يضمنون أن مثل ما ذكرت المعلومة توصل لجميع أفراد العائلة الموجودة عندهم وأيضا جميع العمالة المساندة اللي موجودة في المنازل. لاحظنا أيضا طلب من الجمهور لمواضيع معينة أن نحن نقوم بطرحها، وأيضا قمنا بطرحها كمحاضرات أو ورش مبسطة باستخدام خاصية اللايف على الإنستغرام. هي نعم. وكانوا حابين أن نحن نعيد ونكرر في بعض المواضيع خصوصا، وتم أيضا طلب بعض البرامج التدريبية بلغات خاصة بحيث أن الأفراد اللي هم من أفراد العمالة المساندة اللي موجودة في جهات العمل اللي موجودة في المنازل
في المنشآت بشكل عام يقدرون يستفيدون من البرامج التدريبية هذه، والحمد لله لاقت صدى إيجابي الحمد لله ما بين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عموما شكرا على جهودكم منى، شكرا لك على وجودك ويانا اليوم. أستاذة منى محمد الأرضي، أخصائي تدريب بهيئة الوقاية والسلامة، شكرا منى. شكرا، شكرا جزيلا.